لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. السلام عليكم. وفاة مدير متوسطة أثناء تأدية مهامه بيارمول. توفي اليوم ام عمر بخدومة مدير متوسطة الشهيد قوادري بوج لطية عبد القادر بحي يارمول ببلدية الابيض مجاجة في الشلف بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة اثناء تأديته لمهامه خلال الفترة الصباحية. وحسب مصادر فإن المرحوم قد تم نقله على جناح السرعة إلى مستشفى الأختان لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج، إلى أنه قد لفظ أنفاسه الأخيرة قبل دقائق فقط من إدخاله إلى المستشفى. وقد تميز المدير الراحل بأخلاقه الحميدة وتفانيه في العمل وحرصه على تطبيق النظام الداخلي للمؤسسة منذ التحقه بمتوسطة يارمول مطلع الموسم الدراسي الجاري قادما إليها من متوسطة الهضبة ببلدية الزبوجة. رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وزويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس.